ديما موازاه مع كل تخفيف كيبانوا بعض البؤر. دونك انا بالنسبه لي ان البؤر هي حالات معزوله. لا قارنا بحال دابا هذا السبت الحد شنو بان في اوروبا، 245 بؤره في فرنسا، تقريبا مدينه روما كامله بانت فيها واحد البؤر. المانيا في المجازر ديال المانيا، سويسرا ارتفاع ديال واحد 30% ديال الحالات. دونك نعم. الامر عادي ديما فاش كنرفعوا من التدابير الاحتراز ديال الوقائيه ديال الحجر الصحي كيبانوا هاد البؤر. ولكن الى سمحتي الوزير يمكن الحجم ديال البؤره هو اللي عطى هاد الحاله ديال العالم. الناس خلعوا قال لك صبرنا 3 شهور داروا اجراءات تقنا في بلادنا بدينا كنحسوا بالاطمئنان والتحكم في الحاله الوبائيه بحال تفرقعات في وجههم شي حاجه في اخر لحظه. وبالحق هاد الحالات اللي خصنا نعاود ناكدوا عليه ونعرفوه بان نعم. راه حنا اللي ولينا كنمشيو نقلبوا على الفيروس فين كاين. لماذا؟ لان رفعنا الوتيره ديال التحاليل المخبريه وسعنا الكشف ومشينا كنمشيو في اطار داك التحاليل اللي كنجزوها في الوحدات الانتاجيه اللي خدات السلطات الصحيه. دونك حنا اللي كنمشيو نقلبوا عليهم ماشي هما جاوا للسبيطار. واكثر من نعم. هذا ولهذا كنطلب انا من المواطنين باش ما يتخلعوش. هاد المصابين اللي هادو هاد التحاليل الايجابيه كاملين راه ما كاين عندهم حتى شي اعراض، ما عندهمش ابدا اعراض ديال الوباء، ما فيهم لا سخانه لا سعله، ما فيهم ما لجؤوا للتنفس الاصطناعي لا الاكسجين لا والو، عاديا اشخاص عادي. لان حنا مشينا كنقلبوا عليهم. بمعنى نفهم بانه ما رجعناش لنقطه الصفر، يعني ما بقيناش متحكمين في زمام الامور كيف تصورات في البدايه. ابدا اليوم حنايا انا بون ما خصناش نتخلعوا ولكن ما خصناش نتهاونوا. لان هذا الشيء كيبين بان خصنا هذوك التدابير ديال الحركات الحاجزيه ذاك لي جيست باريير، التباعد الجسدي، النظافه الشخصيه، تعقيم ديال المرافق، عدم المصافحه، ارتداء الكمامات، هادشي كامل خصنا نحترموه. هادشي اللي بقى في يدينا دابا باش يمكننا نتمكنوا نرفعوا من الوتيره ديال الحجر ديال هاد التدابير ديال الحجر الصحي ونضبطوا هاد الحالات الوبائيه اللي كتظهر.